مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الرباط من أمام وزارة النقل. وقفة احتجاجية لشي غلاف قطاع النقل المزدوج، واللي كيطالبوا بتحسين الوضعية ديالهم. طبعا كيقولوا أنه كيتم الإقصاء ديالنا والتهميش ديالنا بطرق بشتى الطرق. هنا الوقفة الاحتجاجية اللي لازالت مستمرة إلى حدود الساعة، في انتظار أننا نسمعوا المطالب ديالهم ورسالتهم. هنايا هذه الوقفة اللي هي وطنية من العديد من الأقاليم من المملكة المغربية اللي تقبلوا عن الطريق من أجل إيصال الصوت ديالهم. نحاولوا أننا نستمعوا لهم ونعرفوا رسالتهم للوزارة المعنية في هذا القطاع. واحد شو واحد كريم رجعنا كان حسب الشمس. السبب ديال الوقفه الاحتجاجيه ورسالتكم للجهات المعنيه؟ السبب ديالنا معك عبد الطيف قداري، عضو مكتب التنفيذي للهيئه الوطنيه للنقل المزدوج بالمغرب. الوقفه جات يعني من بعد واحد المجموعه ديال اللقاءات اللي درنا، اللي دامت سنين هذه درناها في هذه الوزاره، ومشاو مديرين، مشاو وزاره، جاو مديرين، جاو وزاره جداد، وباقين كان باقين في نفس المكان. الوضعيه هي هي، والمهنيين كيعانيوا معاناه شديده، وما لقيناش حتى شي واحد اللي يستجب معنا باش نحلوا المشاكل اللي كيتخبط فيها هذا القطاع عبر الصعيد الوطني. واخا حنا كنعرفوا ان هذا القطاع ديال النقل المزدوج كيلعب واحد الدور كبير، خصوصا تحيه نضاليه مره اخرى للاخوان القرويه. وكنحييكم على الصمود ديالكم، المشاكل اللي كنعيشوا، التنظيم اللي قايمين به، المشاكل اللي كنعيشوا، واللي هي عبر واحد الملف مطلبي اللي حاطينه هنايا في الوزاره هذه سنين، وهي واحد المجموعه ديال المطالب اللي حد الساعه ما استطعناش اننا ننتزعوا ولو مطلب من هذه المطالب، من بينها يعني تجديد ديال الاسطول ديال الحاضره، لان هذا الاسطول ديال الحاضره ديال النقل المزدوج دابا ولا متهالك، يعني ما بقاش صالح حتى ربما غادي نقولها بهذه العباره هذه، ما بقاش صالح حتى الحيوانات يركبوا فيه، ولكن حنا باقيين حنا كنسميتو مازال هذه النقطه هذه كمطلب من المطالب. كاين مطلب اخر هو الرخصه الاستثنائيه اللي عند جميع القطاعات المتنافسه، سياره الاجره، الحافلات. وحنا هذه الرخصه الاستثنائيه باقا تتراوح المكان ديالها هي مده سنين هنايا ما حصلناش عليها. كاين عندنا هذا الغازوال، الدعم ديال الغازوال مؤخرا اللي عطاوه واحد المجموعه كثيره مازال ما توصلاتش، لا بالدفعه الاولى ولا بالدفعه السادسه ولا الخامسه ولا الرابعه، باقي الناس كتنتظر والناس كتشتغل وكدير الغازوال، وما عرفناش في الوقت فاش كنجيو كنستفسروا هنا باش نوصلوا لشي حل. رغم اللقاءات اللي درنا مؤخرا مع السيد الوزير في شهر 6، وعطى السيد الوزير تعليمات للاداره ديالو باش تخدم معنا في الملف المطلبي ديالنا، ولكن هذه الاداره هذه باقا لحد الساعه كتدير معنا التسويف والطماطول ويعني وسيروا الله يعاونكم، هذا الشيء هو اللي كاين. شكرا. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، الوقفه الاحتجاجيه لا زالت مستمره من امام وزاره النقل، والنقل اللي غادي نحاولوا كيف ما قلت اننا نستمعوا العديد من الهيئات الوطنيه اللي حاضره هنايا في هذه الوقفه الاحتجاجيه. مكتب التنفيذي للهيئه الوطنيه قرر على انه غادي يجيب ممثلين على الاقاليم فقط وليس كافه المهنيين، وهذه المعركه الاولى، هذه يلاه محطه نضاليه صغيره جدا. نحن مستمرون في النضال حتى انتزاع وتحقيق كل المطالب. وبالوحدة والتضامن. اللي بغيناه يكون يكون. اللي بغيناه يكون يكون. وبالوحدة والتضامن. وبالوحدة والتضامن. اللي بغيناه يكون يكون. إذا كما قلت لكم الإخوان، كما قلت لكم أنه الملف المطلبي ديالكم عندنا فيه واحد المجموعة ديال النقاط اللي كتحتوي ازدواجية الفحص التقني، المقاربة التسلكية في اللجان الإقليمية والجهوية والوطنية، استفادة المهنيين من الرخص وإعطائهم الأولوية ب 50% في الكوطة ديال الإقليم، استفادة وتحويل الخطوط ذات نقص في الخطوط ذات خصاص، وعدم استفادة الناس راهم كيجيو الإخوان، وحنا هذا الشيء كنغوتوا عليه وكنطالبوا به، كنقولوا راه كل قطاع عنده الناس ديالو،
ما يمكنش غادي يجي واحد خارج قراد كوميسير ولا خارج ما عاد شنو ولا كيعرف رئيس دائره ولا كيعرف عامل ولا كيعرف باشا وكتعطى ليه رخصه والمهني كيصدق غادي كيكري منه ولا كيخدم معاه وكيعاني بدون ادنى حقوق ولو 0%. النهار اللي كتجي غير ريسيت ناقصه كيقول ليه بسلام عليك ولا من ولا وليس هناك اي ماده قانونيه تحميه. وبالتالي ما نطالب ان تقنين هذا القطاع والحفاظ على الحقوق والمكتسبات ديال هذا القطاع من اجل حقوق ديال السائق عقاب ناظرين وصامدون صامدون من اجل حقوق ديال السائق والمهنه بصفات عامه. وتحيه للاخوان ديالنا. اذا ما نطالبه اليوم ونكررها طالبناه فهاد الرفوف داخل فهاد القاعات دائما الصواب وهذا ولكن حنا راه ما بغيناش الصواب وما بغيناش الكيسادتاي. حنا جبنا لكم المهنيين باش نقول لهم الحقيقه امامكم اننا حنا مناضلون احرار وما كنبيعوا ما كنشريوا حتى شي واحد وجينا كنأديو الرساله ديالنا مع المهنيين اللي مخارطين معنا اللي جا الاقليميه. عباد الله هذا راه الله وما هذا منكر. اللي جا الاقليميه تتشكل من مجموعه ديال الادارات بما فيها النقل المسافرين العمومي للمسافرين. واش النقل العمومي للمسافرين هو اللي غيمثل قطاع النقل المجدوي؟ واش واحد جاي من الدار البيضاء غادي يعرف شنو الخصوصيات ديال بني ملال؟ واش واحد من الناظور غادي يعرف الخصوصيات ديال تازا؟ واش واحد من 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 من, من الرباط غيعرف الخصوصيات ديال تنغير ولا ديال قلعه الدراغلا؟ حنا كنقولوا ان ذاك المذكره اللي ترسلت واللي كتعطيها التشكيله بغيناها تصحح. وقلنا هذا السيد الوزير السابق وقلنا هذا السيد الوزير السابق وقلنا هذا الوزير هذا وقلنا ثلاثه المديرين انه الناس اللي كيمثلوا القطاع هما ادرى كيقولوا اهل مكه ادرى بشعابها. فاذا بيك يا وزير يا مسؤول يا وزير يا مسؤول.